السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجلس الوزراء يرد على شكاوى أصحاب المعاش المبكر، انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم حرمان المؤمن عليهم من حقوقهم وتوجيهها لغير أغراضها بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد. وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لحرمان أي من المؤمن عليهم من حقوقهم أو توجيهها لغير أغراضها بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وأن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في صرف كافة مستحقاتهم والامتيازات المقررة لهم دون أي انتقاص، وذلك وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الذي يستهدف إصلاح نظام التأمين الاجتماعي والحفاظ على المزايا الموجودة به بل وزيادات، مشددة على أن الأموال التأمينات والمعاشات تعد أموال خاص تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، كما تعد هي وعوائدها حقا للمستفيدين منها وتستثمر استثمارا آمنا وفقا للقانون. وفي سياق متصل يرتكز قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد على الاستمرار في نظام المزايا المحدد والمحافظة على الحقوق المكتسبة وفقا للقوانين السابقة للتأمينات الاجتماعية، مع إنشاء مجلس أمناء للاستثمار أموال التأمين الاجتماعي، وكذا إنشاء صندوق للاستثمار العقاري مع دمج أجر الاشتراك التأمين الأساسي والمتغير من في الأجر الشامل، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الأجر الذي يحسب على أساسه المعاش. وفي النهاية نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام. وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة، الموقع الرسمي هو يا جماعة اللي هو موقع وزارة التضامن، والإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على الأرقام الواتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اللي هي دي برضه اللي هي زيرو، الرقمين دول اللي ده برضو تتصل عليهم على مدار ال 24 ساعة أيام الأسبوع. متابعة عمرو النعماني، تقدم عضو مجلس النواب بمقترح لمجلس النواب بتعديل قانون للمعاشات المعاش المبكر الوارد في قانون التأمينات والمعاشات الجديد، الأمر الذي أثار جدلا واسعا حول هذا المقترح، حيث أنه يستحدث مادة تعطي فترة انتقالية تصل لثلاث سنوات لتطبيق القانون الجديد. أيوة هذا اللي احنا عاوزينه، اللي هي الفترة الانتقالية اللي قال عليها الدكتور إيهاب رمزي، تفيد أنه من حق كل من استوفى شروطه يعني يخلص شروطه في 1 نوفمبر 2021 أمام مجلس الوزراء يتواصل مع هيئة التأمينات الاجتماعية بشأن المعاش المبكر. كتب عمرو النعماني، قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للوقوف على صحة ما يتداوله البعض من إيقاف تطبيق نظام المعاش المبكر، والتي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لإيقاف تطبيق نظام المعاش. 6 نوفمبر 2020 إعداد عمرو النعماني برضه، بالرغم من صدور قانون التأمينات الاجتماعية الجديد في 19 أغسطس 2019 وأصبح واجب النفاذ في 1/1/2020 طبقا للمادة السابعة من قانون الإصدار، إلا أن اللائحة التنفيذية لم تصدر حتى الآن، رغم أن اللائحة هي التي تقوم برسم خارطة الطريق لتنفيذ القانون الذي يتضمن 170 مادة في 7 فبراير 2021. يعني يا جماعه دلوقتي هم بقول لك ان مفيش مشكله في المعاش المبكر، طب ما هو في مشكله فعلا، انا نفسي متضرر من المعاش المبكر، انت ازاي تقول لي ان مفيش مشكله وهو في مشكله اصلا؟ احنا منتظرين، وده عشان بس ما حدش يقول لي ان انت ده منقول من مجلس الوزراء. يا جماعه اشوفكم بخير وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.